قبل ما ارجع اكمل في القصه دي، بس ما ينفعش يبقى معايا من غير شويه مشخبات كده وفلفل وشطه وملح. الموضوع ده غاوي، لازم لازم غاوي يعني. نكد وايمن دايما لازم يعمل لنا مشكله وانا اللي اشيل الليله بعد الحلقه. نعمل ايه؟ طيب لكن ماشي، هم اللي بيستفزونا يا كابتن. هم استفزوك النهارده؟ امبارح واول امبارح. هو مستفز لوحده، ما تتشككش يعني. لا الفكره زي ما حضرتك كنت بتتكلم، الترند اللي طالع ان كان النادي الاهلي هو اللي بيتسبب في كل حاجه وحشه، او الكلمه بتاعت هو فين العروض اللي بتيجي للاعيبه الاهلي. لا، لعيبه النادي الاهلي بيجي لها عروض، مدربين النادي الاهلي بيجي لهم عروض، لكن انا مش ذنبي ان انا كنادي اهلي بعرف احافظ على لعيبتي. صحيح، انا مش ذنبي انا كنادي اهلي ان المدرب بيبقى ملتزم ان هو يكمل معايا العقد. طب مثلا هو مش بسيره في يوم من الايام هو مدرب للنادي الاهلي، جاله بورتو البرتغالي. نعم. وقال للنادي الاهلي سلام عليكم. صحيح، اهو مدرب جاله عرض عنه. وزمان هولمان جاله نادي في المانيا وراح سايبنا وراح. النهارده حضرتك لسه وانت بتتكلم، فعلا مارسيل كولر كل موسم وكل فتره بيجي له عروض، وعروض الناس لا تتخيل الفرق في المقابل المادي بين ما يتقاضاه في النادي الاهلي وبين ما هيتقاضاه كان لو راح دوريات الخليج والانديه حسب المصادر. بنتكلم في الشباب، بنتكلم في العين الاماراتي، دي الانديه اللي اتقال ان هي بتتكلم مع مارسيل كولر، لكن هو الراجل حابب ان هو يكمل تجربته لحد دلوقتي مع النادي الاهلي وحاسس ان هي لسه فيها خطوه ومبسوط. انا بزعل منكم، هو انتوا ليه بتبرروا؟ يعني انا مش بنبرر يا كابتن، بس هي فكره ان خليك زي ما انا قلت كده في المقدمه، والله لو انا بعمل اللي عندك كده ده انا ابقى بطل. بالظبط، يعني لو انا وانا اوصل ان انا اللي بمشي اللعيبه وانا اللي بمشي المدرب وانا اللي بمشي الاداره وانا اللي، طب ده حاجه عظمه يعني. النهارده يعني اللي بنكتشفه من عقود الفوارق العقود اللاعبين ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، الموضوع قريب. وبالعكس في لعيبه في نادي الزمالك بتتقاضى مبالغ كبيره جدا. مزبوط. طب النهارده اللعيب ده لما بيجي له عرض وبيمشي من نادي الزمالك انا مالي؟ انا النهارده عندي نسبه الناس، مش احمد عبد القادر جاله عرض ومشي، محمد شريف جاله عرض ومشي، مين تاني النهارده بنتكلم؟ محمد عبد المنعم. دي لعيبه هيجي لها عرض. اليو ديانج بالظبط، دي السنه دي بالتحديد. احمد حجازي قبل كده، رمضان صبحي قبل كده. نعم، اللعيبه بيجي لها عروض، لكن في اوقات كتيره اللعيبه بتبقى حابه ان هي تكمل. ايه مستحقاته؟ تمام، ظروف دنيته تمام، بياخد بطولات، قاعد في النادي الاكثر شعبيه في مصر. فساعات مش كل حاجه، مش لازم كل لعيب بيجي له عرض. حسين الشحات مع حضرتك مش هيتكلم على العروض اللي جات له. صحيح. لكن الراجل جدد للنادي الاهلي لان شاف ان النادي الاهلي قدره بالشكل الكويس، هو حابب يكمل. فالنهارده دايما الربط في الحتت دي صعب جدا. كمان الكلام على فكره مباراه انبي وتاجيلها، والنهارده الناس كلها يا كابتن بتتكلم على ايه؟ ان بوتافوج وعانا ان هو لعب مباراه في الدوري البرازيلي قبل ما يجي ماتش الانتر كونتيننتال. نعم. لكن مثلا ما حدش كان بيتكلم ان ممكن بوتافوجو في فتره كان جدوله هو واتلتيكو مينيرو ضغطوهم شويه عشان يريحوهم قبل النهائي بفتره معينه كده، ياخدوا اي عشان يلعبوا النهائي بشكل مرتاح. نعم. طب هي دي ظروف الدوري البرازيلي كده ان هم خلصوا. لكن انت النهارده بتتكلم في مباراه كاس رابطه، يعني المباراة حتى امورها بسيطة، كانت تقدر ان انت تعدل في جدولها، لكن تيجي تتكلم تقول اصل وفصل. طب انا ذنبي ايه كنادي اهلي؟ ما شوف، بص